شوفوا لي البنات الزيت ديال طورنيسول اورو 29 البنات الليتر اورو يا البنات 29 الليتر وهذه البنات راه غاتوي هاد الثمن ما تلقاوش البنات واخا تدوروا اوروبا كلها ما تلقاوش الزيت ايترو ب 29 واللوز هي البنات فيه 600 غرام ما شاء الله ب 3 اورو 49 3 اورو 49 برعي راسك وبرعي اختي حتى حبابك اخكم ماركتي البنات دايرين واحد لا بروموسيون ديال الهبال كيديروها جوج المرات في العام البنات سريعوا شوفوا لي اخواتي السميده فيها 5 كيلو ديال غوناغ اختي ديال غوناغ 6 اورو 99 ل 5 كيلو وكاين هذا الخبز ديال البنات اللي كيعجبني هذا البنات ديال لبنان فيه خمسة هكا ديال الخبيزات ما عرفتش واش البنات عمركم جربتوه ولا لا عرفتي راه دايرين له غير 79 سنتيم 79 سنتيم البنات الشاصيه فيها 5 ديال لي بياس شوفوا لي البنات البنان اورو 19 الكيلو وشوفوا لي البنات الاناناس صغير انغو يا البنات ودلع 5 اورو لا بياس لا بياس يا البنات شوفوا لي البنات بطاطا 5 كيلو ديال البطاطا و5 كيلو ديال البصله يا البنات 5 كيلو ب 3 اورو 49 3 اورو 49 وكاين هاد الشاورما البنات اللي ديما كناخذها من اخكو ماركت عرفتي البنات اللي عشاق الشاورما راه دايرين ليها لا بروموسيون شوفي لي اختي شحال غتبقى لك غير ب 6 اورو 99 خواتي الرخا كيخلع هنايا في اخكو ماركت كلشي دايرين له اورو كلشي يا البنات اورو كلشي اورو يا البنات لي مادلين كلشي كرواسون بالشوكولا كلشي يا البنات ديروا له اورو اورو يا اختي غير اللي ما بغاش يتبرع شوفوا لي البنات الكبسه دايره لها 8 اورو 99 الكيلو اخواتي الكيلو وكاينين بزاف بزاف البنات ديال لي بروموسيون شوفوا لي الاخوات شحال ديال الاعشاب وديال لي زيبيس ما شاء الله عندهم هنايا في اخكو ماركت جبت لك اختي الحبه السوداء زوينه ديري اختي غير فواحد القريعه ديال الزيت وتبقاي تشكي بها شعرك وغادي تفكريني ما يبقى يطيح لك شعر ما حتى شي حاجه والله البنات شكون تيلا من الثمن ديالها غير اورو 49 اختي وكاين البنات هاد الخبز ديال هامبرغر فيه 6 البنات 6 ديال لي بياس اخواتي عرفتي راه دايرين له غير اورو 29 البنات اورو 29 الرخا والرباخه ودايرين البنات واحد لا بروموسيون خطيره يا البنات في العدس وفي اللوبيا وفي الحمص عرفتي البنات راه جاي وقتهم البرد راه قرب ما شاء الله بروفيتي واخواتي محدهم ديري لهم لا بروموسيون وديري البنات هاد الكسكسو ديال غوناغ اللي فيه الرقيق والغليظ والموين اخواتي 10% اوفر الثمن ديالو اورو 99 السلام عليكم البنات كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى يا ربي تكونوا بالف خير وبالف صحه وبالف عافيه خصكم بشرى جات الاخكو ماركت البنات اللي كاين في غيو لاباب دايرين بزاف بزاف يا البنات ديال لي بروموسيون يلا خليكم معايا ما تمشوا فين ونبداو على بركه الله الجوله ديالنا عرفتي البنات لقيتهم ما شاء الله كبروا بزاف شحال هذا ما جيت لهذا المكازا ديال غيو لاباب لقيتهم كبروها بزاف على الدخله كيف كتشوفوا البنات حاطين السميد ديال غوناغ السميده البنات ديال غوناغ الرقيقه الغليظه يعني فيها 5 كيلو كتجي اختي الشاصيه على هذا الشكل هذا فيها 5 كيلو البنات الثمن ديالها 6 اورو 99 5 كيلو حاطين هذا الخبز هذا ديال اللي كيجي هكا تصايبي به اختي تصايبي به شاورما تصايبي انا كنصايب به شحال البنات كنصايب بها كشاورما في الدار والله يلوسي اللي كتجي على مزوينه خصوصا كنشري من عندهم حتى الشاورما راه كيبيعوها البنات اللي الثمن ديالها اختي راه ديري ليها جوج الاورو 79 جوج الاورو 70 كتجي و 79 كتجي اختي فيها 18 بياس 18 بياس وهاد الدائره ديالها اختي الدائره ديالها فيها 30 سنتيمتر هاي اختي شتي 30 سنتيمتر ودايرين هاد الكسكسو اخواتي ديال غوناغ راه دايرين له 10% اوفر اللي الثمن ديالو اورو 99 البنات كنتمنى بانكم اخوات اللي حداها اخكو ماركت تمشي تقدا منه لان كاينين هميزات ديال الهبال والبنات لا برومو راه غادي تسالي وابخي راه البنات ما غاديش تلقى هاد البروموسيون يعني كنتمنى تبروفيتي والله البنات كاين الكسكسو ديال دار البنات اللي فيه 10% اوفر فيه المتوسط وفيه الرقيق وفيه الموين اللي الثمن ديالو اختي غير اورو 99 وكاين هذا ديال داري خلاص هذا ما فيش لا بروموسيون اللي الثمن ديالو 2 اورو 99 اختي العام كامل الثمن ديالو 2 اورو 99 اللي رخيص
سختي في اخكو ماركت في بلايص اخرين راه داير 3 اورو شي حاجه ب 12. وكاين هذا الكسكسو هذا حتى هو اللي الثمن ديالو 2 اورو 49. كاين اختي هذه البلبوله هذه اللي عشاق الكسكسو ديال البلبوله، انا اختي كنحماق عليه، الثمن ديالو اختي 2 اورو 49 الكسكسو البنات. ها هو. وكاين هذا البلاصه ديال البلبوله، ها هي البلبوله هذا 2 اورو 49 ديال هذا البنات. ها هي اختي البلبوله فين مكتوبه 3 اورو 49. داكشي باش قلت رخيص والله رخيص. وكاين هذا البنات هذا ديال القمح كامل، هذا اختي صحي هذا زوين يا البنات والله الا شتي هذا راه صحي وزوين، اللي الثمن ديالو اختي 3 اورو 49 حتى هو كيجي فيه كيلو. واللوز يا البنات شوفوا ليا ما شاء الله راه داير له 3 اورو 49 اختي، 3 اورو 49 ل 600 غرام. شوفي البنات الكرات اللي محطوطين راه كاينه غتبقى لا بروموسيون هاد السيمانه والسيمانه الجايه البنات، بروفيتيو 3 اورو 49 ل 600 البنات 600 غرام. وبالنسبه للزيت يا البنات شوف ما شاء الله عرفتي راه كتسالي بحال حطوا الكرات لاخواتي. شوفوا ليا هانتوما دايره البنات اورو 29 اورو 29 اختي. ها هي البنات شو لا بروموسيون ديالها، فيها اطرون الزيت ديال طغنيسون اخواتي اورو 29 لتر اورو 29 عرفتي هاد لا بروموسيون والله يا البنات ما تلقاو هاد الثمن واخا تدور اوروبا كلها يا البنات اوروبا كلها ما تلقايش اطرون ديال الزيت ديال طغنيسون اخواتي اللي الثمن ديالو اورو 29. ها انتم يا البنات والله بروفيتو الناس كيديوها بالكراتن والله اخواتي انا ديت ما شاء الله ديت بزاف ما نكذبش عليكم، هذيك اخر مره فاش صورت لكم الاخكو ماركت والناس يا البنات خداو بالكراتن اخواتي والله بالكراتن. ودايرين هاد الكوكاكولا هذه البنات اللي كتجي ما شاء الله كبيره عرفتي راه فيها اطرونس اطرونس الثمن ديالها اختي اورو 29 اورو 29 البنات ديري لها لا فرومسيون. مشيت البنات حطيت وحده اخرى ثاني في الثلاجه والله حتى كندخل عندهم كيجيني العطش اورو 29. قالت واحد الاخت كتبت لي قالت لي والله اختي باش راه انا كنت درتها في ليدل ولكن فاش خرجت نسيت وخليتها لهم تما في الكونجيلاتور. لا انا خديتها حتى دابا ما غاديش ننساها البنات حك فيا العطش. وديرين حتى هاد الفانطا هادي اللي كيجيو فيها اللوينات هكا فهمتوا البنات، كاينه هادي كتجي هكا في الفيولي فيها اطرونس البنات فانطا وكاين البنات عمري ما ذقتهم ما عرفتهمش واش زوينين ولا لا. وكاين حتى هاد الموديل هذا حتى هو ديال فانطا اخواتي دير لهم لا بروموسيون اطرونس باورو 59. ديرين ما شاء الله يا البنات العدس الحمص كلشي يا البنات طوماط كاين هذا الحمص هذا اللي داير له 2 اورو 29 اخواتي 2 اورو 29. وكاين هذا العدس اللي الثمن ديالو اختي اورو 79 ها هي اختي الكيلو اورو 79. وكاين اختي اللوبيا اللوبيا البنات راه جاي وقت العدس وجاي وقت اللوبيا اختي غير تقداو من دابا ما حدهم بروموسيون 2 اورو 29 للكيلو. وحاطين البنات حتى هاد الجينواز هذه اختي اللي باغا تصايب هكا حليوه ديال عيد الميلاد كتمشي تشريها اختي بالثمن ولا كتصايب هذه اختي ها هي موجوده غير مونطيها يا اختي وقادات بقى لك غير لا ديكوراسيون. ها هي دي البنات دايره غير اورو 49 هنايا في اركو ماركت العام كامل اختي، كاينه هذه ديال الشوكولاته وكاينه حتى النورمال. وكاين البنات هاد كريم شونتي هذه اللي كتجي البنات هذه فيها 4 ديال لي شاسي، كاينه هذه كاينه البيضه وكاينه اختي حتى ديال الشوكولا اللي اختي الثمن ديالها 2 اورو 49 كي راه دايره لا اورو 44 اورو 44 يا اختي عرفتي طلع لك الحلوه ديال لا كريم فابور برعي لي وليداتك والله هي البنات الا بثمن رخيص. وكاين هذا الكاشر هذا البنات اللي فيه 450 غرام ديروا له اورو 49 اورو 49 عرفتي البنات والله الا اسمينه رخيصه هكا اللي بغى يجي يتقدى عرفتي راه طلع لكم التقديه رخيصه يا البنات راه كاينين بزاف ديال الحوايج اللي دايرين لهم لا بروموسيون عرفتي البنات الكاشر باورو 49 والله الا البنات الا ثمن زوان. ديري البنات حتى هذا كيجي بحال هذا لي صوصيص اخواتي 4 اورو 79 هو هذا اختي فيه كيلو بلاتي نشوف التصويره حيت كاينين جوج ديال الموديلات تبقاو تنتابعو هو هذا البنات شتو تبقاو تنتابعو بحال دابا هذاك ما دخلش في البروموسيون هذا اختي غير شوف هذا راه 12 اورو 99 هذا غادي يبقى لكم غير ب 4 اورو يا البنات 4 اورو 79 هانتي اختي شتي كيجي على هذا الشكل هذا فيه كيلو اخواتي 4 اورو 79 هانتوما يا البنات اللي باغي يتبرع راه فريمون كاين بزاف ديال لي بروموسيون. كاين عندهم البنات حتى هذا الكاشير هذا كيجي هذا طخونش البنات طخونش كنت خديته ديك المره والله يا البنات الا زوين راه حلال كلشي البنات اي حاجه عندهم حلال. كاين هذا الموديل هذا اختي ديال اورو 99 اورو 99 كنت خديته كيجي زويون هكا حتى الوليدات. كاين هذا الموديل هذا كيجي فيه الفلفله الثمن ديال اورو 29 وكاين هذا الموديل هذا اختي كيجي فيه الفخوماج
شو هذا ديال بيبي كيجي اختي فيه حتى الفخوماج. الثمن ديال اختي رود 29. ولعشاق الفلافل يا البنات هانتوما كتجي شاصيه على هذا الشكل هذا، فيها 800 غرام 4.99 البنات. بغيت نصورها لكم ولكن اختي طار، تشوفوا بلاصتها ما شاء الله. عرفتي البنات خاصنا نجربوها ماذا مطارت هاد الطيره الا البنات غتكون لذيذه. عرفتي البنات 4.99. المهم انا نقول لكم بغيت نضحككم، شوفوا لي البنات القرعه ديالي ديال القرعه ديالي ديال الكوكب فين خزنتها. شفتي اخواتي درت لها الشاصيه بحال هكا باش ما تبانش، تبرد ليا يا اختي تبرد ليا. وبالنسبه للبيض البنات راه حتى هو داير له لا بروموسيون، كتجي البنات فيها 30 بيضه ما شاء الله، 30 بيضه اختي اللي الثمن ديالها 4.99، كتجي فيها 30 بيضه. دايرين بزاف اختي، دايرين حتى هذا العصير هذا اللي كيجي هكا فيه 10 البنات 10 ديال العصيرات، الثمن ديالو 2.99. وديرين اخواتي حتى هكا كوكا كولا راه كتجي فيها 24 كوكا، هذا كيجي ديال الكانيت كانيطه الثمن ديالها 11.99. وديرين هذا الهامبرغر اخواتي فيه 6 ديال الفياس حلال البنات، ما فيه حتى شي حاجه، اي حاجه هنا كنصورها لكم الا حلال، كيجيو فيهم 6 الثمن ديالهم اختي 29. 6 ديال الهامبرغر اخواتي الثمن ديالو 29. عرفتي راه كيخلع هنا في اريكو ماركت. وديري البنات الخبز راه غير ساله 2 أورو كيجيو فيه 4، وكاين هذاك الخبز 2 أورو 3. كناخذو البنات انا دي ماشي ديما مره كناخذو فاش كنجي هكا الاريكو ماركت. وشوفوا لي البنات راه ما كاينش اللي ما خارش وما واخدش هذا الخبز هذا. هذا البنات هذا ديال لبنان واقيلا هذا الخبز هذا، نشوف ها هي والله الا ديال اخواتنا، ما عرفتش عندي شي متتبعه لبنانيه محال. شتي اخواتي هذا ديال لبنان كيجي زوين هذا البنات، ما عرفتش عمركم جربته ولا لا. عرفتي راه داير له 79 سنتيمات البنات، كيجيو فيها 5 ديال لي بياس، 5 ديال لي بياس عرفتي واعره البنات غير جربوه، 79 سنتيم. وكاين حتى هذا الخبز هذا، هذا ديال التواركه كيجي اختي على هذا الشكل هذا، لقيته ساله سهلة البنات اللي الثمن ديالو 2.99، كيجيو فيه 3، شوف البنات 3 ديال لي بياس. وديري البنات هاد الفخوضة ديال الدجاج كيجيو فيهم 2 كيلو، 2 كيلو ب 12.99. هما البنات كيبيعوهم كيجيو في باكيطات اخواتي، كتجي الباكيط على هاد الشكل هذا، فيها اختي 2 الكيلو ب 12 أورو. هاي اختي 12 أورو، راه دايرين بزاف البنات ديال لي بروموسيون هنايا في اللحم، وديما البنات عندهم هكا النوبه والنايبه. كاين حتى هاد الصدوره ديال الدجاج البنات راه باقا لا بروموسيون ديالهم، كتجي اختي الباركيت فيها 2.5 كيلو اللي الثمن ديالها 14.99. ديرين اختي مرقاز 2 كيلو، عرفتي البنات 2 كيلو ب 8.99. هنا دايرين البنات الا خديتي من عندهم حولي ولا تاخدي نص حولي كيحسبوا لك الكيلو ب 10.99، يعني واخا تاخدي غير النص ديالو ب 10.99. زعما البنات راه دايرين بزاف ديال لي بروموسيون اللي انتريسون. انا ديك المره كنت خديت الكبسه والله البنات عرفتي راه 8 أورو يا البنات 99 الكيلو، يعني راه رخيصه، راه ما عاد راه دايره شي عرفت شحال البنات دايره البخي نورمال، ولكن راه كتقام عليك دابا 8.99 ما عرفتش شحال هما دايرين ليها. شوف البنات دايرين بزاف اختي هكا ديال لي بروموسيون الا بغيتو هكا تبروفيتي وتجيو البنات. عرفتي البنات اللي سالف عليها شي عشبه ولا اللي خاصها شي حاجه هكا لي زيبيس الاعشاب كلشي البنات عندهم. شوفوا لي البنات جبت لكم اختي السانوج الحبه السوداء، هذا اختي ديري غير في الزيت البلديه في واحد القريعه رقدي وخليه اختي مرقد، المهم واحد شويه ومن بعد تبقاي تشقي به شعرك، والله يا اختي حتى شعرك غادي يولي لك على مزويناته. راه زوينه اختي هذه الحبه السوداء للشعر اللي الثمن ديالها اختي 49. كاين الحلبه هانتوما يا البنات، الحلبه راه زوينه صحيا تبقى البنات، ديروها غير فواحد الكويس بحال هكا، ديريها في الليل فاش بغيتي تنعسي، غسلي واحد العويشقه غسليها مزيان وديريها اختي في واحد الكويس، غطي داك الكويس خليها هكا في الثلاجه مغطي، وفي الصباح اختي على الريق شربي داك الماء ديالو، واخا اختي غتخرج منك واحد الريحه خاصك تبقاي دوشي ديما، ولكن زوين صحيا زوين. ولا طحنيها اختي طحنيها وتبقاي ديريها للبشره ديالك، راه مبيضه يا اختي، راه كتبيض البشره هذه الحلبه هذه اللي الثمن ديالها 29. عندهم الكامون عندهم التحميره عندهم يا البنات اي حاجه بغيتيها، الخزامه هانتوما البنات الخزامه حتى هي كاينه، اي حاجه تلفت القايه. زرعت الكتان هانتوما يا البنات 49، زرعت الكتان هذه راه صحيه
كترطب الشعر اختي تشديها وتغليها غير في الماء كتولي بحال الجيل. واختي وديري بها ماسك لشعرك، والله اختي ترحمي لي الوالدين، ولا غسليها وكوليها غير مع طانون وتفكريني. راه اختي راه الاعشاب راه كاينين بزاف د الحوايج اللي صحيين اخواتي، احسن من بزاف بزاف ديال الكخار. هاد القهوه هادي البنات ديال غرومير، هادي اللي زوينه والله البنات واعره. عن تجربه كناخذها بزاف د المرات من كارفور، كيديروا فيها كدي بروموسيون باكو باكو غراتوي. هادي اختي الباك فيه 250 غرام، دير لاختي اورو 79، اورو 79. والزيت البلديه يا اختي ديال مولاي ادريس، شاي لها مولاي ادريس. البنات هذه راه ديري لها 6.99 فيها ايترو. انت يا اختي الرايه المغربيه، رايه بلادي طرافريك، 6.99 الليتر. ودايرين هنا البنات ما شاء الله بزاف ديال هكا ديال لي غاطو ديال كلشي البنات، لي مادلين كلشي انوغو. اي حاجه اختي بغيتيها اورو هانتوما البنات، اورو اي حاجه اي حاجه. انا راه غنبدا نطيح اورو البنات. هذه كتجي هكا بالشوكولا، نهز ليهم اختي هذه. شوف البنات اي حاجه كلشي كلشي اخواتي انوغو انوغو يا البنات. هانتوما الرخا والرباخه اورو، هانتوما اورو كلشي كلشي البنات ديروا له انوغو. هانتوما اخواتي ها انوغو كيجيو هكا. هادو كرواسون معمره بالشوكولاط، ولكن حاله البنات كاينه هذه اللي كتعجبني. هذه اختي كنا كنديروها في اسبانيا، في اسبانيا في المخبز. زعما انا كنت البنات كنت كنخدم في المخبز، راه بزاف البنات عارفين في الاسبان. اورو هذه كنا كنصايبوها عرفتي، وكتجي حلوه بزاف، ولكن اختي كتعجبني مقرمشه. اورو كلشي كلشي هادشي اختي اورو. هانتوما يا البنات انوغو الرخا والرباخه لي مادلين اورو يا البنات عرفتي. ايغ كوم ماركيت اختي الزيت اللابس كتجي كتجري، كيجيو هادو فيهم هاد لي مادلين هادو صغار بانوغو البنات اورو شاسيه. شوفوا يا البنات شنو لقيت هنايا في اخكو ماركت. عقلتوا البنات على القرعه ديال الكوكا ديال الزاج، والله يا البنات الا لقيتها في اخكو ماركت جوج الاورو 40. مع البنات حنا كنا كنشريوها في هكا في المغرب، كتشريها من الحانوت وكيشد لك هكا الكارانتي، كتشربي وكتردي، فاش كتردي لي القرعه كيرد لك الفلوس البنات. وقلت لها واش انتوما كتشديو الكارانتي؟ قالت لي انا حنا كنخلصوا دو كارونت والله يربحك بزاج. والله يا البنات عرفتي شنو فاش شفتها؟ زعما ما شاء الله عرفتي شحال هاد اخواتي ما شفتها هكا كوكا في القرعه ديال الزاج. وكاينه البنات هاد الكفته هادي راه دايره ليها لا بروموسيون هنا في اخكو ماركت، كاينين جوج ديال النواع، كاينه هادي وحده اخرى البنات. هادي اختي فيها 800 غرام اللي الثمن ديالها 5.99، وفيها 10 ديال الكفتات. هادي اختي كتجي فيها لي زيبيس فهمتوا، يعني كتجي فيها كتجي متبله البنات. وكاين هذا البنات هذا كوردون بلو فيه كيلو، لا ما فيهش كيلو، هذا فيه اختي 875 غرام، الثمن ديالو 5.49، راه دايرين له لا بروموسيون. وبالنسبه للشاورما الاخوات اللي كناخذ انا من كناخذ هذا الموديل، هذه ديال الدجاج، كاين عندهم ديال البقري كاينه، كناخذ هذه راه دايرين لها لا بروموسيون. والله هي البنات الا زوينه، الا بغيتي هكا تصايبي الشاورما راه دايرين لها اختي شوفي 6.99، 6 اورو فيها اختي 800 غرام. لعشاق الشاورما البنات راه دايرين فيها بروموسيون هذه السيمانه. وكاين هاد اتاي البنات راه دايرين له جوج الاورو، لا باردون اورو 49. هانتوما اخواتي دايرين كاين عندهم النعناع، شوف البنات ها هو النعناع ناشف، الثمن ديال اورو 89. عندهم اختي اللويزا، هاي اختي كتجي في الشاصيه على هاد الشكل هذا لعشاق اللويزا البنات، زوينه هكا تغليها في كرشك كرشك تغليها. والله البنات ما عرفتش شنو بليت الى دابا انا كنصور وفيا واحد الحريقه خفيفه في المصارن ديالي. والله الا كشفت قلت لكم ما عندي في الدار، قلت غنشتا وانا نتفكر خاصني نمشي دابا نغلي اللويزا ونشربها هكا، نشربها نصايب بها كنغليها ونشربها. زوينه هكا المهم الكرش ولا سميتو، زوينه البنات اللويزا. عارف شنو هو الثمن ديالها؟ انت فوا كتكوني تهضري والله البنات الا العقل ديالك الباطني اللي كيخرج لهذا، بحال دابا انا كنفكر في عقلي كرشي باغا نتبخها وخرجت هذيك الكلمه زعما بلا ما نحس. والبنان البنات راه دايرين له اورو 19 اختي، اورو 19 الكيلو. ديري الاناناس، ديري لا انوغو لا بيس، اورو اخواتي لا بيس. والدلاع ديري الدلاع اخواتي، الدلاعة 5 اورو، قلت لكم 5 كيلو، 5 اورو الدلاعة. ودابا اختي غنختمها لكم بالبصله وبطاطا البنات اللي دايرين ليهم لا بروموسيون 3 اورو اختي 49، ال 5 كيلو ديال البصله
5 كيلو ديال البصله و5 كيلو اختي ديال البطاطا، 5 كيلو ديال البطاطا اللي الثمن ديالهم اختي 3 أورو 49. البنات بروفيتيو، راه كاينين بزاف ديال الهميزات، وكنتمنى بانكم تبارطاجيو لي هذا الفيديو لان اختي كاينين بزاف ديال الهميزات، وهكا باش الناس يستافدوا وكلشي البنات يستافد من هاد الهميزات هذا. وما تبخلوش عليا اختي بواحد الكومونتير زوين، ولا كنتي اختي مازال ما جايراش عاوني ديري لي عاوني، كنبغيكم بزاف، كنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله.